كاينه واحد حاجه اخرى كتسمى pay as you use pay، وهذه دابا ثاني هذا هو الطوندونس pay as you use. الوغ شنو هي pay as you use او لا pay as you go؟ هذه ثاني اللي كتبغي تدخل مثلا مواقع اللي كيبيعوا الهوستين تيقول لك pay as you go، اللي معروف بحال الاوس امازون بحال ازور، هذا كيعطيك واحد الامكانيه ديال pay as you go. اش هي pay as you go؟ تيقول لك اخي دابا انت كتجي عندنا كتشد من عندنا سيرفر مثلا، انت يلاه بغيتي تبدا، انت يلاه بغيتي تبدا، كاين واحد الاشكال، انت مثلا شاد واحد البيسي مثلا او شاد واحد السيرفر عفوا ب 10 ميجا في الرام، مثلا 500 جيجا في الديسك دور، شاد واحد البروسيسور معين، ماشي مشكل. ولكن انت النهار الاول اللي بديتي صوتي داك السيت ديال الاي كوميرس ديالك ولا هذا، عندك واحد النقطه واحد المشكل، شنو هو؟ وانا على انت النهار الاول بعدا غادي تستهلك هذيك 10 ميجا، ما غاتستهلكهاش، يعني انت واخا عاطيك مثلا المينيموم، عاطيك المينيموم هو 10، انت غادي تخدم غير ب تخدمها ب 1 جيجا، غادي تخدم غير ب 1 جيجا، واش فهمتي؟ غاتخدم غير ب 1 جيجا، ولا غادي تخدم على قلت الله اكبر، ولا غاتخدم غير ب 2 جيجا، ايوا هذيك 8 جيجا نبقاو نفكتريوها عليك. نبقى مفكتريو عليك ترافيك او نفكتريو عليك واحد الباندويت معينه وانت ما كتستهلكهاش، حيت انا مثلا في المينيموم عاطيك انا في الباندويت مثلا واحد الطيره وانت باقي ما توصل حتى 10 جيجا، فهمتي؟ وتتخلص 100 طيره، شويه صعيبه. هما يخرج لنا واحد الحاجه سميتها pay as you go. شنو هي pay as you go؟ هذه راه ما عندها علاقه بالسيرفر، هذه باش تعرف خدمه، باش تعرف اش واحد pay as you go. يقول لك شوف الحاج، انت عيوان ما تبقى تخدم بهادشي هكا، هذا غندير لك واحد الفيلم سوين بحال التليفون، خلص داكشي اللي دويتي خويا، استهلكتي ليا استهلكتي ليا 1 جيجا، أتخلص على 1 جيجا، استهلكتي ليا 3 جيجا، أتخلص على 3 جيجا، استهلكتي في السي بي يو، داك البروسيسور استهلكتي قد القد، أتخلص القد القد، وتيدير لك واحد التعريفة معينة، ها شحال غادي تخلص كريتي من هنا هادي شحال تخلص، الترافيك ها على شحال غاتخلص، يعني داكشي اللي استهلكتي كتخلص، وبالتالي استهلكتي شوية غاتخلص شوية، استهلكتي بزاف غاتخلص بزاف، هما يحلوا لنا هادي، بحال ما كتخلص الضو.